السيدة والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. تدمت المنافسة في الانتخابات التمهيدية الأمريكية بين الحزبين الرئيسيين في البلاد ضمن مؤشرات عن حسم الترشيحات للانتخابات التي ستعقد نهاية العام الحالي. الحزب الجمهوري يبدو أنه حسم أمره باختيار الملياردير دونالد ترامب كمرشح للحزب، فيما بقيت المنافسة متواصلة في الحزب الديمقراطي، إلا أن مؤشرات قوية تشير إلى قرب الحسم لصالح كلينتون للترشيحات المؤهلة لخوض غمار المنافسة عن الحزب. الانتخابات الأمريكية وفي كل مرة تفتح الباب واسعا أمام التكهنات والتساؤلات عن مستقبل السياسة الأمريكية في العالم، وخاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط الساخن، فيما يبقى صناع القرار في المنطقة العربية خصوصا بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تطورات الانتخابات الأمريكية نوجزها في التقرير التالي. هي الانتخابات الأهم، هي المحدد لوجه السياسة العالمية لأربع سنوات قادمة. انتخابات اعتاد العالم على متابعتها وسبر أغوارها لأهميتها الكبيرة. هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أربعة مرشحين رئيسيين يمثلون الحزبين الأقوى في الولايات المتحدة الأمريكية. الحزب الجمهوري الذي كان قد حصر المنافسة لتمثيله بين سيناتور تكساس تيد كروز والمرشح المثير للجدل والملياردير دونالد ترامب، ليحسم الأخير المنافسة ويتربع على رأس ترشيحات الحزب للانتخابات. الحزب الديمقراطي أيضا حصر المنافسة بين هيلاري كلينتون والسيناتور بيرني ساندرز، فيما تبدو كافة المؤشرات تشير إلى تقدم كلينتون في ترشيحات الحزب لخوض غمار السباق إلى البيت الأبيض بمواجهة دونالد ترامب. في نظرة مبسطة لأجواء المنافسة في انتخابات الدولة الأقوى في العالم، يظهر للعيان مرشح جمهوري قد يكون أكثر المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة غرابة وحدة وحتى تطرفا في المواقف. المرشح الذي أعلن وبصراحة عداءه لغير الأمريكيين المهاجرين منهم على وجه الخصوص، مرشح أكد وبكل وضوح أنه وبأمواله يستطيع أن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية. حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب اعتمدت على الإثارة والخطابات القوية الحادة، ضاربة على وتر الوطنية الأمريكية وداعية إلى ممارسة القوة مع من يختلف بالرأي أو المواقف الأمريكية حتى لو كانوا حلفاء الماضي. ترامب كان له أكثر التصريحات جدلية في تاريخ الانتخابات الأمريكية، وصفه مناصروه بالقوي الذي سيعيد لأمريكا هيبتها، فيما لمعارضيه أوصاف له أبسطها الأرعن المتهور. في الكفة الأخرى تأتي هيلاري كلينتون المشهورة بشهرة زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. كلينتون اعتمدت في حملتها على إظهار عدم أهلية منافسها الجمهوري لقيادة الولايات المتحدة، ضاربة على وتر النساء الأمريكيات والأقليات العرقية الذين خسر ترامب تأييد أغلبهم بسبب مواقفه المتطرفة والعنصرية. هذا لا يعني أن كلينتون هي الحمل الوديع في سباق الرئاسة الأمريكية، فتصريحاتها المعادية للعرب عامة والقضية الفلسطينية خاصة تضع علامات استفهام وترقب حول مستقبل السياسة الأمريكية المتدهورة أصلا. سباق انتخابي رئاسي محموم، فبين رعونة وحدة مواقف مرشح الجمهوريين دونالد ترامب وبين مراوغة وعدم وضوح لرؤية الديمقراطية هيلاري كلينتون، يبقى العالم منتظرا حتى 8 تشرين القادم موعد تحديد من سيكون سيد أو سيدة البيت الأبيض، مركز صنع القرار في أقوى دولة بالعالم. نناقش في حلقة اليوم الانتخابات الأمريكية المقبلة، أين تكمن المصلحة الأردنية في هذه الانتخابات؟ هل هي مع الجمهوري ترامب أم مع الديمقراطية كلينتون؟ كل هذا وأكثر نناقشه مع ضيفينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بسام بدرين والخبير الاستراتيجي دكتور عامر السبيل. نبدأ الحوار بعد فاصل قصير.
اهلا بكم، نبدا حوارنا لهذه الليله ورحب بضيوفي الكرام الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ بسام بدرين. اهلا بك، شرفنا. مساء الخير. اهلا وسهلا. والخبير الاستراتيجي دكتور عامر السبايلي، اهلا بك، شرفنا بحضورك. سؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤيا. السؤال يقول: هل تعتقد ان المصلحه الاردنيه في الانتخابات الامريكيه المقبله تكون بفوز ترامب ام كلينتون؟ مره اخرى، هل تعتقد ان المصلحه الاردنيه في الانتخابات الامريكيه المقبله تكون بفوز ترامب ام كلينتون؟ سؤال شارك عبر تطبيق رؤيا لهذه الليله. ضيوف الكرام، اهلا بكم مره اخرى. واستاذ بسام، خليني ابدا منك بدايه. الصراع حسم اليوم بين هيلاري كلينتون وترامب لخوض معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية نهاية هذا العام. حسم بأي معنى؟ لم يحسم بعد هذا الصراع. هذا صراع مفتوح وله علاقة بما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية من أنماط عشوائية في الإدارة، من قرارات استراتيجية تتحول فجأة لتصبح استراتيجيات جديدة. كمراقب وعن بعد، أنا لست خبيرا في المشهد الأمريكي، أعتقد أن هناك حالة من الفوضى في هذه الانتخابات، ليس فقط على صعيد الحزبين الرئيسيين، ولكن أيضا على صعيد الحزب الجمهوري نفسه وخيارات الحزب الديمقراطي. أشعر هذه المرة ولأول مرة في الواقع ألمس ذلك، يعني أن الحزبين القطبين يعني ليسا موحدين تجاه المرشحين الأساسيين اللذين يحظيا بفرصة، وهم يعني هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. هناك جدل داخل هذه الأحزاب، هناك جدل عظيم داخل المجتمع الأمريكي نفسه الجديد بالنسبة لنا في المنطقة وفي العالم العربي والإسلامي اليوم، أن قضايانا الأساسية التي تؤثر فينا ونؤثر فيها ونتعايش معها، من الأرهاب وغياب العدالة والحروب والصدمات الأهلية وما وإلى آخره، يعني أصبحت مثارا للنقاش في الحملات الانتخابية الرئاسية الأمريكية في الوقت الذي يعني ترفع فيه الإدارة الأمريكية شعار مغادرة المنطقة والتخلي عنها والتخلي عن مشاكلها وقضاياها. اليوم الإرهاب في نسخته الخاصة بنا موضوع أساسي في الحملة الانتخابية، موضوع أساسي في رسم الصورة النمطية للمرشحين. اليوم قضايا المنطقة يعني، ومن بينها موضوع الأردن وموقف هيلاري كلينتون من الأردن ومستقبل الأردن، يعني كل هذه القضايا أعتقد أنها يعني هي تشكل البعد الأساسي الذي على الأقل تتعامل مع وسائل الإعلام الدولية في المعركة الانتخابية المفتوحة على كل الاحتمالات. لم يحسم الصراع بعد، أعتقد أن كل الاحتمالات واردة والمفاجآت محتملة بشكل كبير. طيب، المفاجآت محتملة في سباق الترشح وسباق الرئاسة الأمريكي؟ المفاجآت في موضوع التعبير عن من سيمثل الولايات المتحدة، أعتقد يعني أن مجرد وصول ترامب إلى أن يكون مرشح الجمهوريين هو يعني ينهي فكرة المفاجأة. يعني هو تغلب على 16 شخص منهم جيب بوش في البداية، وبالتالي يعني أعتقد أن عامل المفاجأة سقط بالتقادم. أما كلينتون فإنها يعني منذ خروجها من إدارة أوباما كان واضح أن الخروج هو جزء من نوع من أنواع الصفقة التي تؤهل هيلاري لخوض الانتخابات اللاحقة. الموضوع الأهم هو يجب علينا أن ندرس فكرة الجمهوريين. يعني عندما تتحدث أنت في السؤال علاقة الأردن والإدارة الأمريكية، أعتقد أن معظم الدول العربية بما فيها الأردن صاغت منظومة علاقتها بقربها إلى الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين، وبالتالي جزء من الأزمة التي عاشتها هذه الأنظمة خلال ما يسمى الربيع العربي أو منذ خطاب القاهرة الشهير لأوباما هي أزمة مع الديمقراطيين ورؤية الديمقراطيين. لكن باعتقادي أن رؤية الديمقراطيين اليوم هي رؤية الولايات المتحدة القادمة، والتي عبر عنها أوباما بفكرة عقيدة أوباما. أما موضوع الجمهوريين وعلى أولئك الذين يعني يستثمروا وما زالوا يستثمروا ويراهنوا على عودة جمهوريين، انتهى الجمهوريون كما كنا نعتقد. الجمهوريون من طراز جورج بوش، محاولة إعادة إنتاج هذه العلاقات عبر فكرة مكافحة الإرهاب بنسخة جديدة مثل العراق، انتهت. الجمهوريون اليوم مرشحهم هو دونالد ترامب، وأي
إنسان منخرط في العمل السياسي يعرف تماما أن دونالد ترامب لا يمثل الجمهوريين. دونالد ترامب هو نتاج لأزمة الجمهوريين التي أدت إلى وصوله ليكون مرشح. في النهاية هو لا يعبر عن الخطاب الجمهوري. حتى الآن هناك مشاكل في الحزب الجمهوري لما يمثل دونالد ترامب بعيدا عن الأيديولوجية الجمهورية. وبالتالي يعني يجب على هذه الدول التي تراهن على فكرة عودة الجمهوريين أن تعيد حساباتها، لأن عودة الجمهوريين اليوم هي عودة ليست بصور قديمة. هو ليس جورج بوش الابن، وليس جورج بوش الأب، وهو ليس ريغن. وبالتالي نتحدث عن نموذج جديد تصنيفه بسبب قلة يعني أو حصرية التصنيفات، إما جمهوري أو ديمقراطي، يصل دونالد ترامب ليمثل الجمهوريين. لهذا أعتقد أن سياسيا دونالد ترامب ليس جمهوري، هو نتاج لواقع جديد في الولايات المتحدة. وبالنسبة لكلينتون هي امتداد بلا شك لرؤية الديمقراطيين التي مثلها بوضوح الرئيس أوباما، والتي نسف خلال هذه الثمان سنوات، نسف في آخر خطاب له في خطاب الاتحاد العلاقة مع فكرة فقط مكافحة الإرهاب أو التعاون الإرهابي، واعتبر أن هناك تقصير كثير من كثير من الدول. إذا أرادت أن تكون حليفة للولايات المتحدة فإن الأخطار التي تعاني منها هي أخطار داخلية أكثر منها خارجية. وبالتالي هو وضع إصبعه على الجرح وعلى مشاكل هذه الدول، وأشار بوضوح أن عليها أن تعيد حساباتها داخليا. طيب أنا حتى ندخل في الموضوع اللي بيهمنا، وهو انعكاس فوز أي من الحزبين على الأردن وعلى المنطقة بعمومها. وخلينا نحكي بثوابت السياسة الأمريكية، لديها ما هو ثابت وما هو متحرك. اليوم أين هو الثابت والمتحرك بالنسبة للمنطقة الولايات المتحدة الأمريكية؟ واضح أن يعني التحليل الذي تقدم به الزميل الصديق عامر يعني يقول بوضوح أن 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 الثابت والمتحرك علاقتهما اليوم مختلطة ببعضهما البعض، بمعنى أنك لا تستطيع أن تقول هناك ثابت حقيقي واحد واضح، ولا تستطيع أن تقول أن الثوابت القديمة يعني ستستمر، وبالتالي قد يكون هناك ثوابت جديدة. ثمة انقلاب في الأفكار والبرامج المتعلقة في قضايا المنطقة، ما دام أنت تسأل عن قضايا المنطقة. وهذا الانقلاب، وهنا المفاجأة دكتور، يعني هنا المفاجأة التي أنا أؤشر عليها وقد شخصها الزميل يعني بوضوح عندما قال بأنه حتى داخل الحزب الجمهوري لا يمكن اعتبار دونالد ترامب المرشح المركزي والشرعي الذي يمثل التراث في هذا التراث الحزب الجمهوري. وبنفس الوقت ما نقرأ من تقارير ونطلع عليه من معلومات يظهر بأن حتى هيلاري كلينتون يعني ليست المرشحة الكلاسيكية، هي مرشحة الكلاسيكية اليوم لخط أوباما، الخط الجديد للإدارة الأمريكية الذي يعني ظهر أو ولد مع أوباما. للديمقراطيين أتحدث عن الديمقراطيين طبعا، وبالتالي ليست هي تمثل جوهر الديمقراطيين. من هنا يحصل التشويش في المنطقة العربية، من هنا تحصل المفاجأة. يعني إذا لم يكن تجاوز ترامب ل16 مرشحا ينطوي على مفاجأة، فيعني أين ستكون المفاجأة بالنهاية؟ بخصوص السؤال وبالإجابة المباشرة عليه، يعني أرى أو أشخص بأن الحالة الغريبة التي يعني تسبق الانتخابات الأمريكية الرئاسية اليوم هي نتاج لتفاعلات لها علاقة بالأمريكيين في الواقع، لكنها ستؤثر وبشكل أساسي على المنطقة وقضاياها الأساسية. عندما نتحدث ببعض التفصيل عندما نتحدث ببعض التفاصيل نتحدث عن قضية عن القضية الفلسطينية، عن العراق، عن سوريا، وهذه القضايا الأساسية الثلاثة، وبالتالي الجدل المتعلق بالإرهاب. طيب. بس أنا هنا عشان نشخص الواقع، دائما نصف الجمهوريين أنهم العنف والحرب والمعركة هي للجمهوري، والديمقراطي هو الذي يميل للحوار. هكذا يصور المشهد الأمريكي، أنت تراه ينطبق اليوم؟ يعني هذا جزء من تصويرنا الساذج السطحي، تصوير البسطاء في العالم العربي للواقع الموضوع، للعلاقات العربية الأمريكية طوال الأربعين سنة الماضية. لا، أنا ما بعتقد أن هذا التصنيف دقيق بشكل أساسي. يعني أنا بعتقد أن هناك مؤسسات في الولايات المتحدة، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، لديها تصور لمصالحها، وهناك مؤسسات أقوى من الإدارات في الواقع الموضوعي. والإدارة الأمريكية
الأمريكية كما شبهها الولايات المتحدة كما شبهها أمامي مرة يعني أخونا الدبلوماسي المخضرم عبد الله الخطيب يعني عندما قال لي بأن الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية سفينة عملاقة يعني القبطان لا يعرف ما الذي يحصل في الطابق السفلي أحيانا يعني وبالتالي سكرتيرة القبطان قد تكون في أحضان يعني نائب القبطان بالطبقة الثالثة المخصصة للركاب الدرجة السياحية. فنحن نتحدث عن ماكينة كبيرة في الواقع. اليوم فيما يخصنا نحن هناك حالة من الفوضى ليس في المنطقة حتى في فهم الإدارة الأمريكية لظروف المنطقة، وهناك سياسة واضحة يعني عقيدة أوباما واضحة، تصريحات أوباما واضحة، تصور أوباما لمكافحة الإرهاب بالمناسبة لا يختلف عن تصور الدول العربية تحديدا النظام الرسمي العربي المعني بالموضوع، يعني تلمس هذا الاختلاف بوضوح حتى في الرؤية الأردنية للإرهاب. يعني إدارة أوباما تختلف مع البلد صديق لها مثل الأردن. أنا لا أميز كثيرا في المصالح العربية إذا جاز التعبير بين الإدارة الأمريكية والإدارة الجمهورية، لأن المصالح الحيوية والأساسية يعني تقاد بطريقة مختلفة لا علاقة لها بالانتخابات. وأنا أرى أن النقطة الثانية الإشكالية الجدلية أن هناك حالة فوضى داخل الحزب الجمهوري ويعبر عنها ترشيح شخص يعني مجنون مثل أو موتور مثل أخونا ترامب، وهناك أزمة داخل الإطار الديمقراطي، ونتائج الانتخابات ستكون شكل على أي نحو من أشكال المفاجأة بكل الأحوال. يعني أنا أتحدى اليوم وجود أي محلل سياسي يستطيع أن يقول من الذي سيفوز اليوم في الانتخابات الأمريكية ويقول ذلك وهو مرتاح الضمير ومطمئن لاستنتاجه. يعني ويعني أحاول أن أتلمس توقع من هذا النوع، لا أحد يعرف، لا أحد يعرف الآن على الأقل في هذه المرحلة، لأن كل الاعتبارات واضحة، ولأن الأولوية بالنسبة للناخب الأمريكي للتصويت الأمريكي للصندوق الأمريكي الداخلي هي اليوم للقضايا المحلية التي تخص المواطن الأمريكي. نحن في المرتبة الثانية كما قلت، قضايانا الأساسية تستخدم كشعار في هذه الحملة الانتخابية، وأمريكا سواء بالإدارة الديمقراطية أو الإدارة الجمهورية تبتعد تدريجيا عن قضايا هذه المنطقة. طيب الثابت والمتحرك في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة وعنف الجمهوري وحوار الديمقراطي، هل هذا لا يزال موجود الآن في ضمن الإطار الحالي؟ أولا يجب أن ندرك أن ليس هناك ثوابت، يعني مجرد الثمان سنوات الماضية في الإدارة الأمريكية أثبتت أن كثير من الأساسيات بالنسبة للسياسة الأمريكية تغيرت بشكل واضح. يعني العلاقة مع كوبا مثلا، عودة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، هذه أحد المحرمات في العمل السياسي الأمريكي التي بنيت عليها سياسات دول أيضا. الضربة الكبرى بما يسمى صفقة الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي يعني التي شكلت حالة من الصدمة لدى دول المحور الأمريكي في المنطقة، ويعني أدت إلى حالة الحلع الحالي التي نشهدها. أعتقد أن هذا كله يثبت أن ليس هناك ثوابت. بالنسبة للشرق الأوسط يعني واضح أيضا أن هناك رغبة أمريكية بإيجاد شريك لخلق نوع من أنواع التوازن الاستراتيجي وإنجاز كثير من التفاهمات، وواضح أن الهدوء الأمريكي والقبول الأمريكي في دخول روسيا إلى معظم ملفات المنطقة، من الوضع في سوريا إلى القواعد في المتوسط إلى دورها الآن في عملية السلام وحفظ الأمن والتنسيق في مكافحة الإرهاب، كل هذا شيء جديد بالنسبة. يعني خلال ثمان سنوات تكسرت كثير من التابوهات السياسية بالنسبة للولايات المتحدة، والتي عليها يجب أن نبني سياسات جديدة في فكرة أن الأعداء تحولوا ليصبحوا أصدقاء بالنسبة للولايات المتحدة، الأصدقاء أصبحوا حمل ثقيل بالنسبة للولايات المتحدة. هذا على الأقل ما أستطيع أن أخلص إليه عندما أعيد قراءة يعني سنوات الثمانية لأوباما، التصريحات المختلفة، وفي النهاية عقيدة أوباما. هناك حمل ثقيل اسمه الحلفاء اليوم بالنسبة للولايات المتحدة، ورسائل واضحة بضرورة انتهاج سياسات جديدة والتغيير. يعني عندما يتحدث أوباما يقول أن السعوديين يجب أن يتحدثوا إلى الإيرانيين في النهاية،
قبل 8 سنوات كنا نستعد للحرب على إيران في عهد جورج بوش، وهذا كله يثبت أن هناك تغييرات حقيقية في سياسة الولايات المتحدة، في رؤية الولايات المتحدة وأهمية المناطق بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي هناك نوع من أنواع التشاركية الجديدة بالنسبة للولايات المتحدة مع قوى مختلفة في العالم، انسحاب للولايات المتحدة من كثير من الملفات، هناك صدمة في أوروبا لم تخلي الولايات المتحدة عنهم في موضوع ليبيا مثلا، الولايات المتحدة لا تريد أن تكون جزء من الانخراط في حرب على ليبيا، وكانت هناك رسالة تقريع كبيرة من أوباما في عقيدة أوباما للفرنسيين ودورهم في ليبيا والمشكلة التي حدثت في ليبيا، وبالتالي يعني هو يقول رئيس أوباما لرئيس الوزراء الإيطالي أن ليبيا هي حديقتك الخلفية، يجب أن تقود أنت اليوم يعني الخطة إنهاء الأزمة في ليبيا. هذه كله بالنسبة للولايات المتحدة، نجد أن هناك يعني كثير من الحلفاء لم يعودوا قادرين على استيعاب هذا النهج، ولكنهم يسعوا الآن إلى ترتيب يعني أوراقهم ضمن هذه الرؤية الجديدة. الولايات المتحدة اليوم معنية بوسط آسيا، وبالتالي تقيم علاقات مع إيران، تقيم علاقات مع روسيا، معنية في أمريكا الجنوبية، يعني كل هذه التحولات تشير أن على الدول التي كانت في الحلف الأمريكي أن تعيد قراءة هذه الواقع الجيوسياسي الجديد وتتعامل معه في طرق جديدة، يعني تحتاج إلى مرونة في الدبلوماسية، رؤية جديدة، خطوط مفتوحة مع الجميع. للأسف يعني عندما تتحدث عن خطاب الأردن، الخطاب الأردني كله مبني على عقلية جورج بوش في حرب العراق وحرب على الإرهاب ومكافحة الإرهاب والدور في مكافحة الإرهاب. الدور في مكافحة الإرهاب مهم، لكن ما قاله الرئيس أوباما في خطاب الاتحاد كان واضحا، أننا عندما نريد أن نحضر البغدادي سنحضر كما أحضرنا سلف بن لادن، وبالتالي ليست مادة للتسويق موضوع الحرب على الإرهاب. لهذا من يعتقد أنه يستطيع أن يبني علاقته مع الولايات المتحدة فقط على موضوع مكافحة الإرهاب والتعاون هو مخطئ. هناك إشارة إلى مشاكل حقيقية في الدول يجب إعادة النظر إليها، مواضيع الإصلاح السياسي، الديمقراطية، مواضيع يعني بحاجة اليوم أن تأخذ حيز من استراتيجيات الدول بعيدا عن فكرة كيف أقيم علاقة مع الولايات المتحدة. يعني أنا أدعو كل المسؤولين الأردنيين لإعادة قراءة خطاب الاتحاد، خطاب الاتحاد الرسائل واضحة كيف تكون صديق للولايات المتحدة. طيب. إنهاء حالة البروباغندا الإعلامية، ولكن للأسف يعني عندما تنظر كل الرؤية هي في محاولة إعادة إنتاج وتقمص السياسات التي كانت في أثناء الحرب على الإرهاب في النسخة الأولى أيام العراق. انتهت هذه الحقبة وهناك حقبة جديدة تحتاج إلى أدوات جديدة وشخوص طيب. جديدة. في الفترة الأخيرة وحكم الديمقراطيين شهد زمن الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي والتغيير انطلق في عهد الديمقراطيين وهم حملوا شعار التغيير أو هكذا يقال. نجح أم فشل الديمقراطيون في هذا الملف؟ فشلوا بوضوح، يعني بدون شك. يعني ما نعيش اليوم من أجواء يعني في المنطقة من حروب أهلية، من اضطرابات في تقريبا 5 دول عربية أساسية في المنطقة على أعتاب أو عشية الربيع العربي، دليل كبير على الفشل. وهناك سبب لهذا الفشل برأيي الشخصي، وهو أن الإدارة الأمريكية ليست معنية ولا يمكنها في أي يوم من الأيام أن تكون معنية بكرامة وحق الإنسان العربي في هذه المنطقة. أنا يعني مؤمن تماما بأن الأمريكيون يعني يدجلون وكذابون في هذه الجزئية، وبالتالي عندما يتدخلون لصالح الديمقراطية التي يتحدث عنها الزميل، لصالح كرامة الإنسان، حق الإنسان، لصالح الإصلاح السياسي، يتدخلون بالقطعة ولأهداف سياسية بغيضة وبعيدة المنال لا علاقة لها بالمبادئ والأخلاق. من هنا حصل الفشل، لأن الإدارة الأمريكية تلاعبت بمشاعر الشارع العربي، تدخلت في بعض الساحات وتركت ساحات أخرى. نتائج العملية اليوم نتائج العملية كارثية، يعني في الواقع العراق، سوريا، اليمن، الوضع في مصر الجميع يعرفه. نتحدث عن نتائج كارثية للمساندة الأمريكية الجزئية والوهمية للربيع العربي. فبالتأكيد فشلوا. تتفق مع هذه النقطة، فشل أوباما وإدارة الديمقراطيين لملف الربيع العربي ده صح التعبير؟ هو لماذا نفترض أن إدارة أوباما يعني يجب أن تنجح أولا؟ ثانيا لماذا نفترض أنها يجب أن تفرض رؤيتها؟ ثالثا لماذا نفترض أن الربيع العربي هو نتاج؟ يعني الولايات المتحدة يعني أتفق مع التشخيص أنها قاطرة كبيرة، لكن الأهم أن يجب أن ندرك أن الولايات المتحدة تتعامل بالقطعة مع الأحداث. يعني كل يوم هناك حدث، هناك قدرة للولايات المتحدة أن تتكيف وتتعامل معه، وبالتالي هي تدرس عوامل القوة.
لهذا أعتقد يعني هناك خيارات سطحية كانت بلا شك في إدارة أوباما، رؤية قاصرة لموضوع المنطقة، لكن لا أعتقد أننا يجب اليوم أن نكترث كثيرا إذا نجحت أو فشلت. ما يجب أن نكترث به هو أننا نملك معالم الفوضى كلها في دولنا، وبالتالي يجب أن ننهيها داخليا. هناك مشكلة في موضوع الشباب، في موضوع توظيف الشباب، طاقاتهم، رؤيتهم، العملية التنموية، الوضع الاقتصادي، كل هذا، كل حرية التعبير، الحريات إلى آخره، كل هذا يجب أن يكون شأن داخلي، أجندة داخلية. يعني لا يجب أن نبقى ننتظر ونقول نجحت أم نتنج ستستطيع أن تفرض أم لا. يعني اليوم يجب أن نتحرر أيضا من أن هناك من يرغب، شخص يرغب بفرض هذه الأجندة. هذه متطلبات داخلية حتى تستمر هذه الدول. إذا أنت تتحدث عن أجندات، يجب أن تكون على رأس أولويات الدول قبل أن تفرض عليها. يعني أنا ضد أن تفرض، لأن أي شيء يفرض أعتقد أنه يؤتي يعني نتائج عكسية. لكن ما هو المطلوب اليوم؟ المطلوب النظر إلى المشاكل، المطلوب أن تتحرر الدول من حالة النكران التي تعيشها في وجود المشاكل، في موضوع التطرف وخطورته مستقبلا، في موضوع إحباط الشباب، في موضوع المشاكل الاقتصادية، في موضوع أن الشباب اليوم العربي لا يستطيع أن يحلم بالغد أين سيكون. يعني قمة الإحباط التي نراها اليوم في مجتمعات، يعني 70% منها شباب ليس لهم تمثيل في المجتمع. هناك حالة من القمع السياسي، هناك استغلال، هناك استئثار بالسلطة، هناك واسطات، هناك فساد. كل هذا حالات يعني هي ليست بحاجة لأوباما ليفجرها وإدارة أوباما، هي مشاكل وقنابل داخلية موجودة في المجتمعات تنفجر. طيب. يعني اليوم أو غدا ستنفجر، هذا هو المنطق. في إطار هذا الحديث، القضية الفلسطينية والثابت بالنسبة للسياسة الأمريكية إذا تعدلوني في هذا الموضوع هو الوقوف إلى جانب إسرائيل. طبعا وهذا ثابت. هل سيتغير مع هذا أو ذاك؟ لماذا تتغير كل النظرة إلى المنطقة؟ ننسحب من كل منطقة ونبقي إسرائيل هذا الحليف الرئيسي، لماذا يتغير النظر إلى هذا الحليف؟ أعتقد أن الأمريكيون هنا في هذه النقطة تحديدا يعيدون إنتاج موقفهم من مجمل هذه القضية منذ أكثر من عامين في الواقع. ونقرأ بعض التحليلات والتشخيصات والتقارير العميقة التي تتحدث عن كيفية تحول الإسرائيلي اليمينية المتطرفة المجنونة يعني إلى عبء على الإدارة الأمريكية نفسها، وكيف يدفع الأمريكيون المواطنون وعلى صعيد المواطنين وعلى صعيد المؤسسات الأمريكيون يدفعون الثمن يعني سلوكيات إسرائيل وتصرفاتها ودورها الأساسي في صناعة التطرف والإرهاب والإحباط في المنطقة، وهو العامل الذي ينساه الكثير من المحللين ويسقطه من الحسابات، بأن الاحتلال الإسرائيلي له دور كبير في إنتاج وصناعة الإحباط بين الشباب الذين يتحدث عنهم الزميل. وبالتالي أنا أعتقد أن إسرائيل مبرر للإرهاب. أعتقد أن بعض الأوساط في الإدارة الأمريكية بدأت تدرك هذه المسألة وبدأت تتعامل معها، ومن هنا يمكنني قراءة يعني الضوء الأخضر الأمريكي الذي وألمح له الزميل أيضا، الذي سمح للإدارة الروسية لروسيا بالتدخل أيضا في المنطقة وقضاياها والعمل معها في إطار شراكة ستنتهي بالصفقة الكبرى، التسوية الكبرى التي ستشمل إسرائيل وهضبة الجولان والموضوع الفلسطيني لاحقا. بالتالي الأمريكيون على نحو أو آخر أيضا يعيدون رسم استراتيجية أو الوزن الاستراتيجي لإسرائيل في حساباتهم وأساسياتهم. ومن الواضح لأي مراقب منصف بأن الإدارة الأمريكية، الشعب الأمريكي دفع طوال الوقت ثمنا غاليا بسبب سياسات إسرائيل وعنصريتها وصهيونيتها. ونتحدث عن إسرائيل الحالية التي أصبحت عبء على أوروبا وعبء على الشعب الأمريكي بسياساتها المتطرفة، خصوصا وأن المجتمع الإسرائيلي كما قال عضو الكنيسة محمد بركة العربي، المجتمع الإسرائيلي يعني أصبح يتجه بشكل جماعي نحو التطرف والتشدد، وهذا يغلق طبعا مسارات التفاوض وعملية السلام بل ينهيها. واليوم في الواقع العملي حتى نكون دقيقين أخونا الكريم، يعني لا يتحدث أحد عن القضية الفلسطينية. يعني كل الاجتماعات الإقليمية والدولية التي تناقش الإرهاب والمؤتمرات، الملف السوري، الوضع في العراق، أزمة اليمن، عاصفة الصحراء، ما يحدث في مصر، أصبحت القضية الفلسطينية في آخر سلم الاهتمام. حتى جون كيري يعني يبلغ وزير خارجيتنا في أحد اللقاءات منه لا مبرر عندما دعا لزيارة عمان، من أجل ماذا أزور عمان؟ يعني لا يوجد جديد لديه في موضوع حتى خطته الشخصية اللي حملت اسم خطة جون كيري لإنعاش عملية السلام. فأنا بعتقد أولا أن الوزن الاستراتيجي لإسرائيل، وضع إسرائيل في المنطقة تغير، وهذا لا يعني أن الإدارة الأمريكية تتخلص من إسرائيل بالضرورة، ولا زالت تحظى
الأولوية لا زالت يعني كل المبادرات والمناورات التكتيكية والأمنية والعسكرية والاستراتيجية قائمة على أساس حماية أمن إسرائيل وتعزيز الأمن الإسرائيلي. لكن إسرائيل اليوم عبء على الأمريكيين، عبء على العالم، عبء على قيمة الحياة، عبء على البشرية في الواقع إسرائيل اليوم. وإسرائيل هي المنتج الأساسي للإرهاب الناتج عن تخلفنا وعن إحباط الشباب وعن تأخر الإصلاحات، وبالتالي هذه كل الإصلاحات المتأخرة، الديمقراطية الغائبة، ثنائية الفساد والاستبداد هي ثمار السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، حتى وإن لبست لباس بعض الأنظمة العربية الرسمية. أسمع وجهة نظرك، والقضية الفلسطينية محورية وأساسية للسياسة الأردنية في هذا الجانب. يعني أنا أعتقد أن الأردن أصبح على تماس مع أكثر من قضية في المنطقة. القضية الفلسطينية لم تعد هي المحور، لكنها متأثرة بالنتائج. أنا أعتقد أن الأزمة السورية اليوم، تعطيل جنيف، التداعيات التي بدأت تأخذ بعد أكبر من موضوع الأزمة السورية، في موضوع التسوية الإقليمية، في موضوع الوضع السعودي، الحراك السعودي الأكبر من باتجاه المنطقة كاملة، أعتقد أنه يضع القضية الفلسطينية يعني في نقطة أقل مما كانت في حالتها المركزية السابقة. الأردن متأثر بلا شك، لكن يجب أن ندرك أن نعم، هنا لأول مرة يعني تتعرض إسرائيل في هذه الفترة لنوع من أنواع الضغوطات. الاتحاد الأوروبي يشرع عقوبات، يرفض شراء منتجات من المستوطنات، الولايات المتحدة تناكف إسرائيل حتى في التصريحات الرسمية عندما حدثت حادثة مزارع شبعة مع حزب الله. الإدارة الأمريكية قالت أنها حادثة خطيرة لكنها لا تستدعي الرد، بينما إذا ما درسنا قبل سنوات كونداليزا رايز نزلت إلى تل أبيب وقالت يجب أن يمسح حزب الله. القنصل العام الأمريكي زار عائلة الدوابشي معزيا مثلا. هذه كلها نقاط يعني تستفز الإسرائيلي في عقليته. لكن باعتقادي أن إسرائيل بغض النظر عن حجم التطرف الحالي في الداخل الإسرائيلي، وأن نتنياهو يتحول ليكون معتدل في المعادلة السياسية الإسرائيلية، حصلت كثير من الأمور التي كانت تريدها عبر هذا التعنت. يعني عندما تتحدث عن كافة المبادرات، المبادرة الفرنسية، التسريبات التي تخرج من الإدارة الأمريكية بالتوافق مع روسيا، تتحدث مثلا عن الاعتراف بيهودية الدولة، وهذا بالنسبة لإسرائيل كان حلم، وعطل حتى مشروع كيري. تتحدث عن إسقاط حق العودة. يعني أصبحت هذه وكأنها من المسلمات التي يجب القبول بها في أي تسوية، بينما كانت من المحرمات الحديث عنها قبل سنوات. وبالتالي بالتقادم هناك، يعني تستطيع إسرائيل اليوم أن تقول أن حل الدولتين انتهى عندما نعترف بيهودية الدولة، فاذهبوا ويجدوا فكرة الدولة الواحدة، يعني الكونفدرالية أو فكرة خطة ريغن القديمة، الحاق الإداري بالأردن، وبالتالي تنتقل المشكلة لتصبح يعني حلها في مكان آخر، وتأخذ إسرائيل ما تريده فقط بفكرة التعنت. لهذا أعتقد أن موضوع الضغط ليس هناك، القضية الفلسطينية تغيب عن المشهد، الخلافات الداخلية في العالم العربي تزداد، وبالتالي يعني الحلول المنطقية بالنسبة للمجتمع الدولي أصبحت هي التابوهات السابقة بالنسبة لنا، وكأنها واقع حقيقي. يعني حق العودة انتهى، هناك انظر إلى الوفود التي تذهب إلى لبنان، تذهب لإصلاح، يعني كلها لفكرة التوطين، فكرة تحسين وضع الفلسطيني في مكانه. الأردن يعني الإحصاءات الأردنية تعترف أن 600 ألف فلسطيني في الأردن وهم أهل غزة يعني، وبالتالي يعني هناك إقرار رسمي أيضا أن حق العودة، يعني من يطالب اليوم بحق العودة بالنسبة للفلسطينيين؟ يجب أن نسأل كيف أين هي البروباغاندا العربية التي تخرج وتقول أن فكرة إسقاط حق العودة ممنوعة، أن فكرة يهودية الدولة ممنوعة في الحل السياسي؟ فقط الشعب الفلسطيني الذي يطالب. إذن أنت تتحدث عن حل القضية الفلسطينية بالتقادم وإلقائها باتجاه مسؤوليات دول أخرى، وبالتالي باتجاه الأردن مثلا، باتجاه لبنان في مسألة اللاجئين. راح نيجي للأزمة السورية وانعكاس فوز أي من حزبين على هذه الأزمة، وراح نحكي أكثر حول من هو الحليف الأقوى للأردن وأثر فوز كلينتون، أنك أنت تقول في مقالك الأخير أنه هذا أمر مقلق أردنيا. كل ذلك وأكثر سنواصل الحديث به بعد فاصل قصير. وقبل الفاصل أذكر فقط بالنسبة الأولية لسؤال شارك الليلة عبر تطبيق رؤيا، السؤال يقول: هل تعتقد أن المصلحة الأردنية في الانتخابات الأمريكية المقبلة تكون بفوز ترامب 32% وكلينتون 68%؟ بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام. وأذكر بالنسبة الأولية لسؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤية، سؤال يقول: هل تعتقد أن المصلحة الأردنية في الانتخابات الأمريكية المقبلة تكون بفوز ترامب 32% وكلينتون 68%؟ سوريا جزء من المنطقة، أزمة في المنطقة لها أثر مهم جدا على الأردن، وهناك الحديث عن أن الحلول العسكرية انتهت في سوريا اليوم، تتفق مع ذلك؟ طبعا لا أتفق مع ذلك يعني لا يوجد شيء انتهى بسوريا. سوريا أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، يعني كيف انتهت الحلول؟ المواجهات العسكرية، ويعني شاهدنا ما نشهده في حلب مؤخرا، وهناك احتقان كبير في 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 الجنوب، الجبهة الشمالية مشتعلة، وجون كيري يلتقي بعادل جبير وناصر جودي ليتحدث عن الجبهة الجنوبية. يعني هناك نوع من التضليل الإعلامي في التعامل مع الملف السوري، وهذا يعني بأن هناك طبخات وراء الكواليس تطهى على نار هادئة. أنا أتحدث عن التصعيد من جميع الأطراف في منطقة محشورة ومنقوعة بالاضطرابات والمصالح والأجندات لإنضاج تسوية كبرى يجلس فيها الجميع على الطاولة ويتقاسم الحصص. اليوم اللاعب الروسي لاعب أساسي، اليوم الأردن أيضا يعني لاعب مهم، ولكنه لا يجلس على الطاولة، يكتفي بالوقوف إلى جانب الكراسي الجالسة على الطاولة لأسباب يعني لها علاقة بما أشر له الزميل وغيره من أزمة الأدوات وعدم وجود مفكرين ونخب ومثقفين سياسيين في الإدارة الأردنية على الأقل الدبلوماسية والسياسية. فبالتالي لا، لم تنتهي الأزمة في سوريا، لا زالت مفتوحة ولا زالت في الجولات الشبه الحاسمة التي تسبق. ولن يكون الخيار الجمهوري خيار عسكري في سوريا مثلا؟ تعودنا على الجمهوريين بخيار عسكري. الخيار الجمهوري لن يختلف عن الخيار الأمريكي هنا القائم حاليا، يعني الإدارة الجمهورية، المرشح الجمهوري هذا اللي اكتشفنا الليلة انه غير جمهوري اصلا، يتحدث بشكل اساسي عن الارهاب في الموضوعات الخارجية، وبقية خطابه يعني للقضايا المحلية، وبالتالي لا يتحدث عن الموضوع السوري ولا عن الموضوع العراقي ولا عن موضوع عملية السلام بشكل جيد. اليوم يعني ما ينبغي ان ننتبه له جيدا اخونا هو ان الإدارة الامريكية سواء كانت جمهورية او ديمقراطية تخلت عن المنطقة، هذه حقيقة واقع. نحن العرب لا نريد أن نقرب بها أو نعترف بها. نتفق مع هذا التوجه، أيا كان جمهوري أم ديمقراطي في رئاسة البيت الأبيض سيكون توجه تجاه الأزمة السورية اللي لها انعكاس مهم على المنطقة هو ذاته. يعني يجب أن نتحدث من واقع سياسي، واقع سياسي أن الولايات المتحدة الحالية ويعني الإدارة الحالية وموسكو استطاعت أن تنقل الأزمة السورية إلى مجلس الأمن وتستصدر قرار بالحل، وبالتالي يعني أنها لم تعد القضية قضية جمهوريين يتدخل أم لا يتدخل. الولايات المتحدة هناك قرار أممي بشكل الحل السياسي، وبالتالي المظلة هي مظلة الأمم المتحدة وهي أكبر من الولايات المتحدة ومن روسيا، إذن هي مظلة الأمم المتحدة. لهذا نقل المسألة السورية إلى مجلس الأمن هدفه إعلان دولي بأن الحل هو سياسي ونحن نسير باتجاه هذا الحل بخطى متعثرة، بخطى يعني بطيئة. إخراج اللاعبين، سوريا 5 سنوات دخل الجميع إلى الملعب، وبالتالي يجب إخراج الجميع قبل الوصول إلى الحل السياسي، وهذا النتاج الطبيعي لهذا الحراك. لكن أعتقد أن لا الجمهوريين يستطيعوا أن يؤثروا على القرار الاتفاق النووي مع إيران وعلى شكل الحل الأزمة في سوريا، ببساطة لأن الإدارة الأمريكية لم توقع هي الاتفاق النووي، بل أرادت أن الدول 5+1، وبالتالي هو قرار دولي. نفس الشيء حدث مع الأزمة السورية، وبالتالي نقلناها إلى الأمم المتحدة. لهذا لن يتغير الموقف الأمريكي في حال وصول الجمهوريين. الأردن، فوز كلينتون مقلق، هذا ما ذكرته، قلق عميق من فوز كلينتون. نعم. يعني ترامب أفضل مثلا؟ ليس أفضل، يعتقد بعض المسؤولين أو تعتقد بعض الدوائر المسؤولة في الأردن أنه قد يكون أفضل، قياسا بمسألتين أساسيتين حاولت أن أشير لهما بهذا التقرير. أولا أننا غير متواصلين مع كلينتون، يعني كلينتون تقطع عنا الماء والكهرباء، التواصل، نحن في حالة غير متواصلة مع حملة كلينتون، هذه معلومة أيضا، يعني ليست تحليلا مني، ليس اجتهادا مني. المسألة الثانية، تصريحات كلينتون خلال حملتها الانتخابية
تتميز ببعض العداء للأردن يعني، وتدلل على عدم وجود قناة تواصل، وهذه حالة نادرة بالمناسبة في الحالة السياسية والدبلوماسية الأردنية. دائما الأردن بلد صديق ومهم وأساسي في المعادلة الانتخابية الأمريكية، ودائما لديه القدرة على الوصول لجميع الأطراف والمؤسسات الأمريكية. في حالة كلينتون لا يوجد تنسيق واتصال، ولا وهناك طبعا رفض الاتصال والتنسيق، وبالمقابل هناك خمول وكسول من جهتنا ومن جماعتنا في عدم طرق الأبواب مرة أخرى، وهناك تصريحات عدائية، وبالتالي نحن قلقون فعلا من هذه التصريحات العدائية. يعني كلينتون قالت علنا بأنها لا تعرف ما الذي سيحصل في الأردن مستقبلا يعني، وهذا عندما تقوله وزيرة الخارجية السابقة من الإدارة الديمقراطية كانت صديقة للأردن وكانت تأتي للأردن دائما وتعرف الأردن جيدا. في هناك فقرات تقريبا كاملة في كتابها الذي يؤرخ لآخر أحداث المنطقة معادية للمصالح الأردنية إلى حد ما، عندما تقول أو تسأل ألم يعني الأوان لانتخاب رئيس وزراء في الأردن؟ يعني هذه الإدارة، وهناك أسئلة مماثلة وشبيهة تطرحها السفيرة الأمريكية النشطة التي تتحرك كالنحلة في كل المحافظات في عمان بدون سؤال وبدون جواب. هناك تدخل، هناك أنف يحشر نفسه في بعض التفاصيل المحلية وبصورة علنية، وهذا جديد في الواقع. إذن نحن مع الإدارة الأمريكية، وهناك طبعا خطاب الاتحاد الذي المحله الزميل وما يقول عن عدم وجود حرب عالمية ثالثة في موضوع الإرهاب، ونحن الذين تحدثنا بالأردن عن حرب عالمية ثالثة ولدينا أدلة وقرائن على هذا الأمر. فبالتالي نحن قلقون، ولكن حتى يفهم المتابع والمشاهد ما أقصد أنا بالقلق في ذلك التقرير على الأقل، نحن قلقون لأن أداءنا بائس، وليس لأن الطرف الآخر معنا أو ضدنا. اليوم في عالم اليوم لا يقيمك أي طرف، أي جهة لا تقيمك إلا بوزنك الحقيقي. إحنا مش جاهزين للدرس، إحنا ما عندنا في الطبقة السياسية، وهذه حقيقة اليوم، أي مفكر أو مثقف سياسي واحد يمكن الرهان عليه. إحنا كل الخبراء بالموضوع الأمريكي، الملف الأمريكي تحديدا، برا الإدارة تماما يعني، وأنا بحكي أسماء إذا بدك، إحنا مش على اتصال إطلاقا بالمغتربين الأردنيين الكثر واللي بمفاصل أساسية ولديهم خبرة بالتعامل مع المؤسسات الأمريكية. وبالتالي الشيء طبيعي أن نشعر بالقلق، ولكن من يشعر بالقلق، وأنا أوجه هذه الرسالة لكل المسؤولين ورموز القرار في البلد، من يشعر بالقلق عليه أن يقف أمام المرآة لكي يفهم لماذا هو قلق. هو قلق لأن الأداء الوطني، وأنا أسف بحكيها بكل أسف ومرارة، الأداء الوطني في إدارة علاقات متوازنة تضمن المصالح الأردنية مع الإدارة الأمريكية ومع المؤسسات الأمريكية، الأداء بائس. أداءنا الدبلوماسي بائس، أداءنا السياسي بائس، لا يوجد عندنا طاقم يدير علاقات كفؤة ومنتجة لصالح مصالحنا مع كل دول العالم. ولدينا أدلة حصلت في الزيارة الأولى لجلالة الملك وبعض الفوضى التي اعترتها، ولدينا تعبيرات في الإعلام الأمريكي ضد مصالح الأردن، وتستطيع مرشحة أمريكية لأول مرة أن تخرج بتصريحات عدائية ضد الأردن، لأننا إحنا يعني نحن غير جاهزين، لا بل للأسف الشديد أيضا قد نكون غير مؤهلين للدفاع حتى عن مصالحنا يعني. طيب يعني نقطة أخيرة، بس نقطة أخيرة صغيرة. طوال الوقت كنا في الماضي نعرف أن الأردن يعني يتراوح موقعه في الإدارة الأمريكية وفي المؤسسة الأمريكية ما بين وزارة الدفاع والمستوى الأمني الأمريكي. يعني دائما كان يقال لنا ونحن يعني شباب صغار بأن الأردن ملف أمني وملف له علاقة بالبنتاغون، وبالتالي مصالحه الأساسية مضمونة. اليوم وزارة الخارجية الأمريكية لا أحد يعرف موقعنا فيها. اليوم أنا بعتقد أنه حتى المسؤولين المعنيين، مش أنا كمواطن، المسؤولين مش عارفين انه احنا تبع يعني ملف الاردن موجود معني بوزارة الدفاع ولا بالمستوى الامني ولا على المستوى السياسي والدبلوماسي. طيب اسمع وجهة نظرك في هذا الجانب بعجالة، ارجوك دكتور عامر. يعني السؤال بالضبط العلاقة الاردنية الامريكية وكلينتون والقلق، هل تتفق ان هناك قلق من فوز كلينتون في الانتخابات؟ بدقيقة ارجوك. انا اعتقد ان الاردن يجب ان يقلق من اشياء اهم،
من يصل، يعني أن الأردن يستطيع أن يتعامل مع من يصل إذا كان يعني هو داخليا أوضاعه جيدة. أنا أعتقد أن يجب أن نلتقط نصيحة أوباما بموضوع الالتفات إلى الداخل. أنت بحاجة اليوم إلى تغيير أسلوب في موضوع التنمية، في موضوع إدارة الملفات السياسية، التعبير عن قضيتك، وجود رموز جديدة تستطيع أن تستوعب حجم التغييرات الدولية التي تحدث وقادرة على إحداث اختراقات جديدة. هذا أهم بالنسبة لليوم من أن نذهب إلى الخوف من سيصل. يعني بغض النظر من سيصل في وضعنا الحالي، أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية. المطلوب هو الالتفات داخليا وإحداث نقلة نوعية في شكل الإدارة السياسية وفي موضوع حلول المشاكل الداخلية، وأهمها مسألة التطرف بمواجهة حقيقية وليس بحالة النكران التي نعيش. طيب، عندك نتحدث اليوم عن سيتغير وجه العلاقة بنعم أو لا بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بحسب من يفوز في الرئاسة الأمريكية؟ طبعا سيتغير. سيتغير. نعم. دكتور عامر، أعتقد يتغير وفقا لمنطق تغير الأمور وليس بسبب الشخوص. طيب، أنا أشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين، وقت انتهى. هل تعتقد أن المصلحة الأردنية في الانتخابات الأمريكية المقبلة تكون بفوز ترامب 30% وكلينتون 70%؟ هذه النسب النهائية لسؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤية. إلى هنا إذا نكون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال مستبقى دائما معكم، منكم وإليكم. نلتقي غدا، تصبحون على ألف خير.